بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. الأمم المتحدة لها أيام، يوم الشجرة، يوم المرأة، عيد الأم، البيئة، وحسنا فعلت إن كان لها يوم يتعلق بإنسان له من الفضل على البشرية ما لا، وهو المعلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. المعلم هو اسم فاعل لعلم، وإن أفضل إنسان على وجه الأرض من امتهن مهنة معلم، يعلم الناس، يطرد عنهم الجهل. فنحن في كتاب ربنا أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس طريقا، أو من سلك طريقا يلتمس في علما، سهل الله به طريقا إلى الجنة. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والأمة لا يمكن أن تكون لها مكانة تحت الشمس إلا إذا كانت أولوية أولوياتها العلم، وأن يكون لها تعليم جيد، وأن يكون هذا التعليم بإذن الله تبارك وتعالى مجاني، عصري، قوي، متين، بمبادئه، بغاياته، بمناهجه، ببرامجه، بطاقمه، كل هذا مطلوب. لكن هذه العملية التربوية برؤيتها ومنهجيتها ومقاصدها وغايتها لا توتي أكلها إلا بوجود معلم يترجم ذلك الذي يؤمن به ويعلمه في سلوكه، يترجمه في أخلاقه، يترجمه في جهده المبذول لإيصال المعلومة نقية طاهرة، يرفع الوعي وينير العقول ويطهر القلوب، فيجمع بين التربية والتعليم لتكوين إنسان صاحب عقلية إسلامية ونفسية إسلامية، لكي تنتج بعد ذلك حركة إسلامية. إذن فالمعلم دوره كبير على قدر أهمية التعليم والعلم في المجتمع، لأنه يقوم بأعظم ما تحتاجه الأمة. فالأمم الآن التي تحترم نفسها تجعل المعلم في أعلى سلم هؤلاء الذين لهم من الحق على 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 كل البلدان. يعني أعظم الناس حقا على هذه البشرية من؟ الذي علمها من جهل، الذي كشف لها الظلمات الريبة والشك لإيصالها إلى اليقين، الذي أعطاها وسيلة لفك رموز هذه البيئة، هذه الطبيعة، لتسخيرها كما أراد الله تعالى لخدمة هذا الإنسان. العلم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه الحركة في الكون السريعة التي يتنافس الناس الآن من أجل بلوغ أقصى درجة السرعة، إنما وصل إليها الذي أتاه الله العلم. ولذلك ينبغي للمعلمين أن تكون لهم هذه المكانة السامقة. إذا رأيت أمة تزدري وتستهزئ بالمعلم، فاعلم أنها أمة تضع أعظم شيء أكرمها الله به تحت الأقدام. فلا يمكن بعد ذلك أن تتحرك أو تتلمس طريق الحضارة والنهضة والتقدم. أذكركم إن شاء الله تعالى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا أن المعلم هو ممن يقوم بأعظم الأدوار في المجتمع. أولا، المعلم يقوم بدور النبيين. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين منهم
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد قال رسول الله إنما بعثت معلما، وجلس مع تلك الحلقة التي كانت تجلس للتعلم، وترك الحلقة التي كانوا يقرؤون القرآن والحلقة التي كانوا يدعون الله. فهو بكلامه وتصرفه وسلوكه وممارسته قال أنا أجلس مع هذه الحلقة لأنني بعثت معلما. الثانية أن المعلم هو الوحيد الذي سبحان الله يأخذ الأجر وهو يعلم الناس، ثم الأجر الذي أخذه ويتقاضى على هذه العملية، ثم يبقى أجر ذلك الذي علمه يجري في تلك الأجيال التي كان سببا في تعليمها إلى يوم القيامة، فأجره لا ينتهي أبدا. فأنعم بها من مهنة، مهنة الأنبياء، مهنة العلماء الذين ينيرون للناس دروب الظلمات، ظلمات الشك والريبة والجهل والظلم والإسفاف في القول والفعل والعمل. إذن هذه مهمة عظيمة يقوم بها عظماء. إن أية أمة لا تقدر المعلمين، معناه لا تقدر العلم، وأي أمة لا تقدر المعلمين والعلم لن يكتب لها أبدا التقديس في الدنيا ولا الفلاح في الآخرة، وستكون عالة على غيرها. ولذلك اليوم العالمي للمعلم هو التفاتة للناس، بل هو دعوة لنلتفت إلى هذه الأسرة. ومن هذا المنطلق فإني أشد على أيدي المعلمين وأقول لهم إذا لم يعرف الكثير حقكم فحقكم على رؤوسنا. حفظكم الله ورفعكم الله وجزاكم الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام من أحسن إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا مكافأة فادعوا له. ندعو الله تعالى يكرمكم ويرفع قدركم وأن يعيد بركة ما تفعلون في الأمة على عقولكم بالاستنارة أكثر، وعلى القلوب بزيادة الإيمان، وعلى الأبدان بالصحة، وعلى الأولاد بإذن الله بالنجاح والنبوغ، وعلى الآباء إن كانوا أمواتا بالرحمة وإن كانوا أحياء بإطالة الأعمار في طاعة الواحد الديان ومتابعة سيد ولد عدنان، فجزاكم الله خيرا. ثانيا، إن الدول التي الآن تقود مشعل الحضارة خاصة في الجانب المادي أعطت القيمة للمعلمين. أنا أذكر لكم مثالين. ميركل مستشارة ألمانيا السابقة حينما طلب القضاة أن يزاد لهم في الأجرة أجابت بطريقة عجيبة، قامت بالزيادة للمعلمين ولم تزد في أجرة القضاة. فلما اشتكوا وقالوا نحن من طلب الزيادة، قالت يزاد في أجور هؤلاء الذين كانوا سببا في تخرجكم في مجال القضاء. فلا يمكن أن نغفل هؤلاء. الله أكبر، الله أكبر. لأن المعلم إذا لم يكن متفرغ ويكون مرتاح نفسيا وقد وفرت له كل الأمكانيات، سيكون لذلك الأثر السلبي على العملية التربوية برمتها. سمعت يا سيدي؟ أما المثال الثاني وهو اليابان، وما أدراك ما اليابان التي دمرت في الحرب العالمية الثانية حينما ألقت أمريكا قنبلتين على هيروشيما وناكازاكي. تعرفون إلى أين وصلت بعد ذلك، وما ذلك إلا لأنها أعطت القيمة للمعلم. المعلم لا يمكنك أن تمشي خلفه إلا بخطوات. أتدرون لماذا؟ قال حتى لا تطأ على ظل المعلم. الله أكبر. وإذا قامت السيارة وأصابها عطل في الطريق تأتي سيارة أخرى وتأخذه لكي يقوم بعملية التدريس والتعليم والتربية، وهم الذين يقومون بعد ذلك بإصلاح السيارة، لا يسمحون له، لا يتركونه يضيع الوقت من أجل إصلاح السيارة. الكل يقوم بذلك. أما إذا دخل إلى مساحة واسعة لكي يشتري أغراضه، حانوت، دكان، محل، تعرفوا اسمه دي ولا ما تعرفوش، يتركون كل أولئك ويبدأون
بإنجاز طلبات المعلم أولا، يقال لأنه تقدم الناس وهو يعلم الناس فيقدم حتى في المتاجر لأن الأمة تحتاجه، فهو قد حبس وقته كله للأمة. يا الله، وانظروا إلى اليابان الآن، انظروا الآن إلى المغرب، انظروا إلى حالة المعلم من ناحية المادية، من ناحية الاجتماعية، نكت نكت نكت. ولا غرو إذن أن يقوم المعلمون في يوم المعلم هذا بهذه الاحتجاجات والمطالبة بتحسين ظروفهم. وأنا حينما أتحدث عن المعلم أتحدث من باب كوني معلما، مارست التعليم ومارست التعليم في البوادي والقرى، ومطلع، أزعم أنني مطلع بعض الشيء على الكثير من معاناة المعلمين، ولقد ذقت الكثير منها. يعني ما عندكش فين تسكن، وتسكن في القسم، وعندك شحال من مستوى في الدرجة، أتقرر مع المستويات. الله 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 الله. والله يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى سبحانه أن يكرمهم ويجزيهم أحسن الجزاء. رسالة أخيرة أقولها للحكومة، كنا نسمع في الحملة الانتخابية أن بعض هذه الأحزاب سترفع مباشرة أجور المعلمين إلى كذا. أين هذا؟ وستفعل وستفعل، أين كل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكم الله، وأسأل الله يعينكم ويثبتكم. ونصيحتي في الأخير أيها المعلمون، إذا لم تجدوا من يعرف لكم فضلكم، فإن أهل الفضل لا يعرف فضلهم إلا أولو الفضل، لا ينبغي أن تسقطوا معاناتكم على عملية التربية والتعليم، فليكن المتعانون منه معزولا عن قيامكم بواجبكم داخل الفصل، لأن هذه حالة الحل فيها هو ما تفعلون وتطالبون. لكن الأجيال لا ينبغي أن تضيع بسبب ظلم أصابكم، فليس أبدا مبرر أن أظلم مظلوما فقط لأنني ظلمت من قبل جهة أخرى. فكوني مظلوم لا يبرر أبدا مسألة ظلم الآخرين. لعل الرسالة تكون وصلت، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.